هلا هلا والله ابو خلود. بشر صحيح يا اخي، هلا هلا الكمبيوتر حقك ذا ما شاء الله يجيب كل شيء هجل. يلا مع السلامه حبيب، مع السلامه. اكيد لقى عمر، ما هو بس عنوانه حتى تليفونه وتليفون البيت. عمر، عمر صديقي شلونك؟ عمر ما عرفتني؟ معك حق، معك حق، ما تعرفني 15 سنة، معك حق. شلير هذا عمر، هذا رفيقك عمر. اي بس شكله الاختبارات ذاك مليونين ربح، نعم الحمد لله رب العالمين. بغيت اطلع من السوق، قالوا لا لا تطلع. قلت لهم ليه؟ قالوا يا غشي. فعلا غشي، بيرتفع بيوصل السوق طيب بيصير تمام، لكن هنا طلعت لي هنا شمعة دوجي. يا اخي يمكن مقطوع الكهرب عندهم وحاطين شمعة عادي، وبعدين دوجي هذا تقرب لنونا. يا اخوي وراك ما تسكت وتسمع يا اخي الكلام، كلام درر. تفضل. الأمور كلها زينة الحمد لله. حلو. مؤشر الأسهم سوالي راس وكتفين وبزبوز بعد. لا مش موضوع كهرباء بس، السباكة عنده كمان مضروبة. يا أخي أقول أنت ورا ما تسكت وتاكل تبن وتسمع كلام رجال درر، يعني شيء أنت فاهمه يعني؟ ماني فاهمه بس اسمع بس. تفضل. أقول لك الحمد لله رب العالمين، طلعت لي شمعة دوجي ولا وزيدك من الشعر بيت. لا تزيد ولا تعيد يا عمر، واشترى الغاز يا أخوي. أنا الظاهر أني دخلت في غيبوبة والناس انجنت. أي انجنت؟ هذه الأسهم يا سليم، الأسهم. لا يا سليم، أنا ما عمري كنت مجنون، ولا مرة كنت، ولا بحياتي كنت مجنون نهائيا. أنت كنت أعقل واحد فينا وأذكى واحد فينا، وكلنا كنا معجبين فيك. كنت رياضي مبتسم، وش دخلك في مسائل الأدوات الصحية؟ لا لكن أنا كنت في السفينة المنكوبة. العبارة المصرية اللي غرقت ونحاش الربان. أنت الربان اللي نحاش يا رجال، وش ربانة؟ عسى يعرف يسبح الرجال. أنت هذه سفينة الأسهم، سفينة الأسهم يا سليم. السفينة سفينة السعودية، أو تقدر تسميها السفينة الخليجية. ناس غرقت، ناس ماتت، وناس مرضت، صراحت في غيبوبة وإلى الآن ما قاموا من غيبوبتهم. مثلي اصبر يا ابن الحلال، يمكن يقلطون. شوف مادين السفرة يا رجال، هذه شمعة دوجي ما ادري وش فدها. تعال يقول غيبوبة زي يا رجال، هذا وأمثاله أخس منك. امشي. طيب لحظة، من اللي غرق ذا السفينة اللي يقول عليها؟ يا خوش علينا منها انت بس سفينة مش بس. يا جماعة الموضوع بسيط جدا جدا وواضح، يعني مش محتاجة الحكاية لكيمياء أو إحنا نتفلسف فيها من غير فلسفة. الأسهم عبارة عن حاجتين، يا أخضر يا أحمر. يا أخوي ذبحتنا، دارين تعلمنا إشارة مرور، دارين يا أخوي، قايلها ألف مرة إنها يا أخضر يا أحمر. بس حنا سؤالنا نبي نعرف هالمليارات اللي طرحت من السوق وين راحت؟ حنا تعلمنا في المدرسة إن المادة ما تفنى لكن تتحول. حلو، تحولت وين راحت؟ برافو، السؤال حلو جدا جدا. راحت يا سيدي بالطريقة العلمية من جيب لجيب. هتقولي ازاي؟ اقولك كده اهو، كده من جيب راحت لجيبي. انت يعني قصدك انها طلعت من جيوب الناس المساكين وراحت الجيوب، بس الجيوب هذه وين يعني، وين راحت؟ هلا اقول لك يا سليم، ترى زي ما قال الدكتور برعي يعني العمليه سهله، لعبه يعني، راحت من جيوب الضعوف الى جيوب الهوامير بس. هوامير إيه؟ والله على ايامنا كانت التونه لعبتها. طيب في معكم صوره هامور اشوفه او شيء؟ وش هو له؟ وش تبي فيهم انت؟ بشوف شكله يا اخوي، ابي اشوف ذا اللي سوى في العالم كذا، ابي اشوف اللي سوى في عمر صديق عمري كذا، ابي اشوف ليه سوى في الناس كذا؟ ليه غرق السفينة؟ ليه؟ وكيف؟ والمصلحة مين؟ ليه سوى في الناس كذا؟ ابي اعرف، هذا هو السؤال. يعني تعرف هامور من هوامير الاسهم؟ هامور؟ هي عارف هامور بس وش تبون به يعني؟ بنسوي بتونة.
يعني شنو بيبا؟ انا رجال سمعت ان الاسهم زينه ودي اطقطق فيها، قالوا لي لازم تشارك هامور. تعرف هامور ولا لا؟ لا تقعد تفلسف. طبعا 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 اعرف هامور، هامور ما يحتاج، بس ها الله الله بالتعامل الشري مع الهامور ذا. تعرفه زين؟ ايه عارفه، صديق ابو بندر. هامور ذا كبره، هامور لعب في السوق لعب وكسب هالملايين مرة. ايه واذا تبون تشاركونا ما في مانع شاركوه، وبعدين خصوصا انكم جايين من طرف واحد مثلي. طيب انت وجهك ممكن تعطينا يعني كرت ولا تعرفنا عليه ولا تشوف لنا حل فيه؟ اي طبعا طبعا، انا ما عندي شغل الا هالهامور ذا. هجيب لك، شوف هذا اسمه وتلفوناته. بس سليم اقول عساك نسيت ان شاء الله موضوع نونة، ترى والله والله اني انخدعت مثلك. اقول هذا موضوع، هذا يتنسي؟ هذا موضوع مثل يتنسي مثل وجهك الاسود الحين؟ هذا والموضوع بيني وبينك يعني السر هذا كان. هذا المطبخ اللي انتم تشوفونه هو اللي نصنع فيه المليارات. اي نعم، ترى مو كل واحد تشوفونه لا كرش، ترى اكثرهم كلهم مفشمشين، بس بالنسبه لي انا كهامور كرشي كله الفلوس مليارات. سمعت شلون؟ وهذه الاجهزه كل جهاز نشتغل على سهم فيه. بارك الله فيك. ايوه، وبعدين ذاك الوقت اذا بغينا نرفع السهم فوق 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 نرفعه فوق، ولا بغينا ننزله مثل الخروف المذبوح ينزل 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 وين؟ تحت. بارك الله فيك. الله يعطيك العافيه يا شيخ فليحان. هالحين يعني بهالطريقه اللي تسويها يجون الضعوف ويشترون. هذا اللي احنا نبغاه، احنا نبغى بريال وريالين ذولا من يشوفون السهم مخضر جاك يركضون على وجيههم على السهم. طيب واذا حب واذا نزل السعر بدوا يبيعون؟ هنا مربط الفرس. نعم هنا اللعبه، عرفت شلون؟ اذا جاوا يبيعون ما يلقون من يشتري منهم، ويوم ثاني يبيعون على نسب الدنيا تحت، لما يخسرون من راس مالهم 80%. واقوم انا وكحش السهم وين؟ من تحت. من وين؟ من تحت. بارك الله فيك. تفضلوا تفضلوا، هذا اهم ادواتي كهامور. ما شاء الله. نعم، وطبعا شوفوا هذاك اللي يسمونه سعد المبتسم راح الان يحلل في قناه فضائيه زي، طبعا يحلل لمصلحتي. يا اخت وفاء، السهم طالع طالع ما فيها كلام، الله لا يعوق بشر، وبالذات سهم شركة الكدايش. الله الله على هذا السهم، هذا السهم عطيه أسبوع ويومين بس، برأيي ورأي كل الاقتصاديين اللي مثلي أسبوع ويومين وبيدبل، يعني تقدرين تسمينه سهم تدبيلة، بيعمل دبل كيك للسوق. نعم، ونصيحتي لكل صغار المستثمرين إخواننا اللي قلوبنا عليهم، لا تطوفون سهم شركة الكدايش، لا يطوفكم ها التجهولة، وبقوة. أي قيادية أي ريادية يا بنت الحلال، أنا أقول لتسهم الكدايش وبس، هذا اللي بيعمله. وبعدين أنا أقول لك شغلة، السوق الآن يعمل بأسلوب كل فطير وطير، وهذا اللي بيسويه سهم الكدايش، خاصة بعد ما ظهرت شمعة دوجي والمؤشر عمل لحد الآن 3 بزابيز وجلدة. لا على فكرة، هذا اللي جنب سعد المبتسم اللي جهز نفسه هذا من هو؟ هذا طال عمركم حمد المتجهم، عرفت؟ هذا محلل ثاني ومحلل في قناة اقتصادية ثانية، طبعا أنا مخليه لأسهم معينة فقط. طيب عفوا، يعني السؤال الآن، أنت يعني ماخذ مقاولة مع كل هالقنوات؟ ضحكني. أقول ما تحس معك فرجيل. ليش؟ ما كنا دلة. أقول أذكر الله، لا تخلينا حين
أقحشك مثل ما أقحش الأسهم. تفضل تفضل. يا حبيبي أنت وياه. حبيبي أنا أجيب المحللين فقط. والقنوات تلقطهم تلقط، يدورونهم تدور. يلا مع السلامة، امشوا أوريكم القسم الثاني اللي أهم من هذا. يلا يلا مع السلامة. تفضل. ها؟ وش هذولا؟ هذولا اسمهم المرجفين. اسمهم ايش؟ المرجفين. المرجفين هم المرجفين. اشوكم تفهمون، هذا المرجفين اذا بغينا نخلي الناس تنحش من السهم شغلناهم. شو اسمهم؟ المرجفين. بس انا اعرف المرجفين اللي يرجفون يشوتون. لا الله يهديك. هذا ارجاف على السهم. نخلي الناس تنحش من السهم هدى مرة واحدة. طيب السؤال الحين من يكلمون؟ أوريك الحين. النحشة 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 يا شباب، السهم راح وضي، السهم راح في رجليها. معقولة شركة اسمنت وقيمة السهم ما تجيب ولا كيس اسمنت؟ لا 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 مو معقول، هذا لعب عيال. وترى ترى من مصدر موثوق، مصدر موثوق. الشركة بتعلن إفلاسها خلال أيام معدودة. إيه لأن يوم. السهم لأن الإسمنت اللي عندهم مغشوش. نعم. إيش قاعد تقول ذا؟ تعرفون 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 العمارة اللي طاحت من شهرين؟ تراها من إسمنتهم. النحشة يا شباب، النحشة. النحشة يلا. ما قلت النحشة. بيعوا بيعوا. هالمرة طيحتهم في هوامير، واحد من هالهوامير الجن. أنت تعرفيش معنى هوامير؟ عارفين شيء ولا تديش الهوامير؟ الهوامير ذولي هم اللي غرقوا العالم، ملايين الناس ما تبينهم يغرقون ولا يبهذلون هالثنين ذول المهبل. بس شوفي اطمئني اطمئني، هذول طال عمرس اذا شافوا الدراهم اطمعوا اطمعوا، وقام ذا الهامور لزق لهم مشكله وننتهي منهم مرتب واحده. الا على فكره يا ابو بندر، اشوفك مضغوط كثير، انت قطع عليك مكيف؟ تسكت ولا تخليني اقحشك مثل ما اقحش الاسهم؟ المهم اسمع، ترى بعد ما وريتكم المطبلين ايه ما شاء الله تشتغلون في العروس بعد؟ يا رجال المطبلين اللي مع بشير حمد. اسمع انت ويا بلا بشير حمد بلا مطبلين، ذول المطبلين لا جينا نصرف نشغلهم، سمعت؟ الو اي نعم، معاك الهامور ابو بندر. وقفوني. ضحكتني يا اخوي، قال ايش قال وقفوني. اسمع شغل لي الحسابات الاحتياطيه، سمعتني زين؟ وخلي هيئه السوق لا تحط راسها براسي، ترى انا الهامور ابو بندر، ولا لا خلي المؤشر سنتين كله داون 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 مثل البعير المذبوح. لا حرام عليك حرام عليك البندر، ها وش ذا الكلام؟ طيب والناس الضعوف المساكين اللي حاطين حالهم في السوق؟ ضحكتني يا اخوي مساكين. اسمعني يا سليم، تبغى تصير هامور مثلي لازم هالاوادم وهالمساكين مثل ذولا تتعصب من الارض حتى تصير هامور كبير. لا والله ما تعودت تدوس اوادم، تعودت تدوس الحشرات اللي مثلك. قال ايش؟ قال وقفوا ابو بندر. سليم شفت شو شفت وش صار في الناس؟ ما ودك بذمتك انك ترجع مغمل عليك؟ الا والله والله ان احسن احسن بكثير يا مطحس. المهم انت وياه عجبكم الشغل ولا ما عجبكم؟ شوف يا البطريق، لا والله ما عجبنا، والشغل اللي على جثث الناس ما نبيه ابد. لا والله لا يوفقك، الله لا يوفقك، لا انت ولا اذنابك في اللي سرقتوه. والله لا يوفقك، وعساك ان شاء الله دائما الدوب دائم داون داون داون. الله يهديك يا ابو شهاب، وشلون تشتغل في محل نظارات وترجال ما تشوف؟ اقول لك لا تقول ما تشوف، شو عندك ترى بكسر راسك. انا العمى في القلب ما هو في العيون، بعدين المحل حلال الناس وراضيين بي، وانت وش عليك انت؟ انا رجل مسؤول في هالشركه ويهمني كل صغير وكبير فيها، وبعدين ليش زعلان؟ هذه شغله ما هي بشغلك الله يهدينا وياك،
دول لك شغله ثانيه، انا وش رايك اكلم لك سليم يشوف لك وظيفه على قدك براتب زين وتنتج فيها؟ يا ابن حياتك البحل ولا عليك مني، انا جاي للنظارات وشغل النظارات وقص النظارات للناس اللي ما يشوفون، وش عليك مني؟ مهب شغلتك يا ابو شهاب، مهب شغلتك، الله يهدينا وياك. بعدين اسمح لي، انت رجل غير منتج في هالموضوع. انا ولد ابوي، يعني شنو انت متولد تقول ما انت منتج ما منتج؟ انت ايش فيك عني ما انا منتج؟ وازعجنا كل شوي. وينه؟ وينه؟ هلا هلا ابو شهاب، هلا سليم وينه؟ دلني عليه، وين سليم؟ علامك زعلان يا ابو شهاب، على الاقل قل السلام عليكم ولا شيء. العم ابو شهاب زعلان يقول ليه وقفته عن العمل في محل النظارات؟ وانت وقفته يا مطلق؟ هي وقفته لان هذه الوظيفه ما تصلح له، ابى اشوف له وظيفه اصلح له واحسن له. اتعلمني هالحين مطلق ذا وشنه؟ وش يصير مطلق؟ انتوا عينتوا مدير؟ لا بالله ما عيناه مدير. اقول مطلق رح 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 وخلي ابو شهاب عندي، رح رح ان شاء الله. اسمع انا رجالنا بعود على قص النظارات ومحل النظارات، جازلكم ولا دلني؟ دلني على اسم سليم، دلني على سليم. طيب طيب دلني طيب عليه. طيب ابدلك ابدلك عليه. تفضل تفضل، امشي امشي امشي، الله يحييك، امشي الله يحييك. عند سليم انت يوم من تارك ان الرجال هذا يتصرف على كيفه اللي قاله مطلق. ابو شهاب سليم مهب فيه. انا ولد ابوي، يوم تضحك علي انت. اقعد يا ابو شهاب. الا اقعد انت. اقعد اقعد يا ابو شهاب، الله يهديك اقعد. انت وراك علم، انت ايش علمك انت؟ طاير طاير ابو شهاب. يا ابو شهاب انا ابيك في موضوع، ابيك في استشاره. خير ان شاء الله خير. ابو شهاب اسلم، سليم ضيع نص عمره وهو مغمى عليه. انا ولد ابوي واحنا الحقيقه ودنا نساعده. ابشر والله باللي يساعد، ابشر. اسمع يا ابو شهاب، هي سليم يعرف له وحده دكتوره اسلم، مؤدبه بعد وحلوة يا ابو شهاب. قطعت قلب. انا اشهد. والمشكلة انه هو يحبها وهي بعد تحبه. لا خليت كاسر يا اخوي، دكتورة وحلوة وقطعت قلب. طيب ياخذها يا مال الغنيمة، ياخذها. ما هي بهذه المشكلة، هي ياخذها كان قلنا ياخذها. المشكلة انه وشلون نقرب بينهم وشلون نخليهم يصير توافق بينهم بس. وما غير هذه وايش؟ ايه يا معود يشوف له طال عمرك مستوصف، يفتح مستوصف ولا مستشفى ويشغلها فيه. جبتها. ايش لا جبتها يا ابو شهاب. اي شلون غابت عني ذي؟ هل حقيقه انك جبتها يا ابو شهاب فعلا؟ يفتح له مستوصف ولا مستشفى ويجيبها عنده؟ ابدا مره. ما شاء الله عليك ابو شهاب. اقول لك ابو شهاب ايش لا تعرف هالشركه ذي مشكلتهم مشكله، كل واحد منهم حب له وجهه ودر، ما ودك انك تشوف وجهه. صدقت يعني ما فيهم يعني من الحالات الا ما فيهم الا انا. انت ايه حلو ووسيم وعيون زرق، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اقول لك سم، انا والله يا لجودي لاني بشوف ولا ندري، ادري لكن خلني المس تقاطيعك اشوف. حلاوه حلاوه يا قلبي يا الرح ابوه. انا شهد. لا هذه فيها قوله. شوف يا متحس، انا على ايامي يا جاتك ذبحتني على ايامي على ايامي. اقصد يعني من زمان انا عندي ميوت كبير حقيقي. يا الله لا عجب ولا هدر اشياء ما يعرف يمرض علينا. بخسي الحين هذا عصير عصير ولا لا زيت فرامل عشان ما تهوى؟ شفت يا مطحس، انا عندي ميول طبيه من زمان من زمان. يعني انت فعلا انسان عبقري اللي فكرت في موضوع المستوصف هذا، هو احسن طريقه ممكن اساعد فيه الفقراء والمساكين. يعني عفوا يعني معلش يا دكتور سليم، يعني نقول على بركه الله توكل على الله. بس ها ترى الموضوع مو بسهل، يبيله تراخيص، يبيله اوراق، يبيله ها. لا هذه التصاريح وما تصاريح خلوها على جوهر، ها خلوها علي. اهم شيء انكم تنفذوا مشروعكم، مشروعكم العبقري يا بعاقره انتم. من متى انت هنا؟ ما عليك مني، ما عليك مني من متى وما متى. تصدق يا سليم اني طاير من الفرحه طاير يوم سمعت بمشروعكم الردي هذا، اقصد الريادي هذا حق المستوصف ذا. واذا على التصاريح الرسميه ازهلوها عندي اطلعها لكم. كفو كفو يا بعقري. ما هو كفو اللي خسر. ما شاء الله سيد متحس صحتك مثل الحصان، ما فيك شيء. الله يسلمك ويطول عمرك يا دكتورة الحقيقة. بصراحة متحس أنا
حاسه في شيء تاني غير الكشف انت جاي مشانه، شو هو؟ هذا هو الذكاء، مو برقية والحرب العالمية الثالثة.